تحية لكم مشاهدينا الكرام، نرحب بكم في حلقة جديدة من استوديو المنتصف. من عناوين هذه الحلقة مشاهدينا التي سنناقشها سويا: الميليشيا تعتدي على 578 مسجدا وتختطف 150 إماما في مختلف محافظات الجمهورية بناء على تقرير صادر عن برنامج التواصل. كذلك سنناقش موضوع محور تعز، يعني يسلم الشرطة العسكرية آليات لضبط الأمن ووقف الاختلالات في المحافظة، وكذلك المدنيون في مرمى صواريخ الميليشيا الانقلابية. إذن البداية بهذا التقرير الصادر عن برنامج التواصل من علماء اليمن. نشر مؤخرا أن ميليشيا الحوثي والمخلوع اعتدت على 578 من بيوت الله ودور القرآن. هناك الكثير من الأرقام. تحدث أيضا التقرير عن اختطاف وتعذيب 150 خطيبا في الجامع، وهناك أيضا تحويل المساجد إلى ثكنات عسكرية ومقايل للقات. للحديث أكثر عن هذا التقرير ينضم معنا القاضي الدكتور أحمد عطية، وزير الأوقاف والإرشاد. نرحب بك معاليك معنا في استوديو المنتصف. حياكم الله، أهلا وسهلا بكم وقناتكم. إذن بداية معاليك، يعني هذا التقرير يعني يرصد كثير من الانتهاكات التي يعني قام بها الانقلابيون يعني في دور العبادة، وأيضا ما تلقاه الخطباء من تعذيب. أنتم في الوزارة، هل لديكم أرقام، هل لديكم إحصائيات معينة يعني وثقتم لهذه الانتهاكات؟ طبعا نحن حذرنا من أول وهلة للانقلاب على أن هذا الانقلاب لا يستهدف مجرد الإنسان فقط أو يستهدف الجانب السياسي، فإن الانقلاب منذ بدايته استهدف كل شيء في اليمن، خاصة ما يتعلق بدور العبادة ودور القرآن الكريم ورموز هذه المساجد وهذه الدور القرآنية. وقد نشرنا قبل فترة في تقرير رسمي تبع وزارة الأوقاف والإرشاد أنه ما يقارب من 299 مسجدا في 4 محافظات التي تم جزء منها تفجيرها والجزء الآخر تم تعطيلها وعدم إقامة العبادة فيها، وجزء تحولت إلى مخازن الأسلحة، وجزء تحولت إلى سكنات عسكرية، وجزء أيضا تحول إلى مقايل للقات. هذه الأشياء حذرنا ورفعنا عدة شكاوي للمنظمات الدولية أنه إذا كانوا هناك احترام للتعدد الأديان، إذا كان هناك احترام لأماكن العبادة التي كانت تحترم في الجاهلية، فإن هذه الميليشيات الانقلابية داست وبكل جرأة على هذه الأماكن التي ذكرتها. هذا التقرير الذي صدر عن برنامج تواصل علماء اليمن تقرير صحيح، ونحن في وزارة الأوقاف والإرشاد نؤكد كل ما جاء فيه جملة وتفصيلا، لأن هذا البرنامج هو برنامج معتمد من قبل وزارة الشؤون الإسلامية السعودية ومن قبل وزارة الأوقاف والإرشاد اليمنية. نحن كنا نرغب أنه ينأوا بالمساجد ودور القرآن عن هذا الصراع وهذا الانقلاب الذي حصل، لكن للأسف الشديد أنهم أول ما جاءوا استهدفوا أماكن القرآن الكريم ودور العبادة، ولا يحتاج الحوثيين إلى دليل. اليوم مجرد ما يضغط المشاهد زر اليوتيوب ويدخل، هم بأنفسهم ينزلوا الأدلة بأيديهم ويتفاخرون وهم يتصورون بجوار ركام المساجد وهي مهدومة على مرأة ومسمع من العالم كله. أيضا معاليك، يعني تحدث التقرير أنه أيضا اختطاف وتعذيب لخطباء المساجد، يعني هل لديكم معلومات يعني لهؤلاء المختطفين من أئمة المساجد؟ هل هناك أرقام معينة بعددهم؟ أين هم الآن؟ بالنسبة لموضوع الاختطاف، هذه ثقافة سائدة عند الميليشيات الانقلابية، والتقرير الحكومي الذي صدر قبل فترة عن مجلس الوزراء ووزارة حقوق الإنسان يؤكد أن هناك ما يقارب من 6000 وزيادة معتقلين من كل التوجهات، سواء كانوا صحفيين أو علماء أو خطباء مساجد أو مشايخ قبائل أو ناشطين سياسيين. ونحن في وزارة الأوقاف والإرشاد لنا نصيب من هذا الجرم الذي ارتكبته الميليشيات فيما يتعلق باختطاف الخطباء. الإحصائية الموجودة التي وردت في التقرير صحيحة، الآن ما يقارب من 200 عالم
وداعية وخطيب ومفكر إسلامي مهجرين من ديارهم خارج حدود الجمهورية اليمنية، وهذا التهجير القسري الذي بدأ من دماج ظلما وعدوانا واستمر، ما أتوا إلى منطقة من المناطق إلا وبدأوا يستهدفون طائفة العلماء وليس الطائفة بعينها، عشان لا يؤول على أن هناك استهداف سياسي، غير صحيح، لقد استهدفوا كل التوجهات سواء كانت سلفية أو تبليغية أو صوفية أو إصلاحية أو مؤتمرية أو حراكية، كل من له علاقة بالمسجد، كل من له علاقة بالوعظ والإرشاد، كل من له علاقة يعني توجيه الناس إلى دعوة رب العالمين بالحكمة والموعظة الحسنة، تم استهدافهم من كل التوجهات وإخراجهم من بلدانهم. ولا ليس هناك أدل على هذا الكلام الذي نقوله اليوم من ميثاق الشرف الذي وقع في السعودية بين علماء ودعاة اليمن، اتضح لنا في الأخير أن كل علماء اليمن إن لم يكن الأغلب ودعاة اليمن هم خارج حدود اليمن بسبب الممارسات التي مورست ضدهم من السجن والاعتقال والقتل. نعم، إذا تأكدت هذه الأرقام التي طبعا وردت في هذا التقرير، وأيضا أكدت لنا أنه 2000 عالم وداعية أيضا تم تهجيرهم كما ذكرت. طب معاليك بالنسبة للمساجد التي تعرضت ل يعني الأضرار جزئية أو حتى يعني بالتدمير الكامل تعرضت من قبل الميليشيا، هل هناك خطة من قبل الوزارة لإعادة يعني تأهيلها من جديد؟ نحن قدمنا على عدة جهات، قدمنا على الجانب السعودي، قدمنا على الجانب التركي، لأنه لا يوجد الآن لدى الحكومة أو الوزارة بشكل خاص ميزانية تشغيلية، لا يوجد، لكننا رفعنا بصور المساجد، رفعنا بأماكنها وأسمائها للجهات المانحة، ووعدونا خيرا لعله يأتي استجابة من دولة أو أخرى لترميمها. والترميم طبعا إذا حصل شيء سترمم المساجد التي تحت سيطرة الشرعية في عدن وفي شبوة وفي لحج والضالع وفي مأرب والجوف، أما بقية المساجد التي هدمت وهي ما زالت تحت سيطرة الإنقلابيين فإزالة الإنقلاب هو الآن أولى وأهم من موضوع ترميم المساجد التي تحت أيديهم. نعم، دعني أختم معك معاليك بموضوع يعني ذكرت في بداية كلامك أنه يعني قدمتم تقارير منظمات دولية عن هذا الانتهاكات التي طالت دور العبادة والانتهاكات التي طالت أيضا الخطباء والأئمة، هل هناك توجه من قبلكم لإدانة أو لحاجة إدانة إسلامية لهذه الجرائم التي تتعرض لها دور العبادة في اليمن؟ والله نحن إلى الآن كنا نتمنى أنه لو عقد مؤتمر اجتماع منظمة المؤتمر الإسلامي أو اجتماع لرابطة علماء المسلمين، أنا ستقدم بمذكرة رسمية أن تتبنى هذه الجهات الدولية والعالمية إدانة مثل هذا الفعل، مع أنه مدان من كثير من روابط العلماء في العالم كل دولة بمفردها، لكننا نريد الإدانة تحصل من جهة عالمية دولية. وسنشرح لهم ما دار وما حصل لهؤلاء العلماء من تهجير ومن سجن ومن اعتقال ومن قتل مستمر إلى هذه اللحظة التي نتواصل فيها. نعم، جميل، إذا أنا أشكرك شكرا جزيلا القاضي الدكتور أحمد عطية وزير الأوقاف والإرشاد، شكرا جزيلا لك. أما الآن